احمد قصابي رئيس جمعيه حمايه التوجيه والمستهلك في قير صالح، عضو بالجامعه المغربيه لحقوق المستهلك. انا دابا درت واحد الدوره مباشره، دخلت لرحبه البقر وغادي نسول شي اخوان اشنو العمليه ديال الطريقه ديال الدخول وديال الخروج، وشنو هما الاضرار اللي تعرضوا لهم والمشاكل اللي تتعرضوا لهم في السوق. معايا واحد الاخ فلاح وفي نفس الوقت تاجر، ممكن اخويا شد لك الصوره ديالك ولا بلاش؟ هضر 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 هضر. نحن كفلاح ديال الاقليم ديال الفقيه بن صالح اللي تنعانيو به، كاين عندنا اكراهات الحمد لله عندنا في السوق، والسوق ديالنا ما كاينش تنظيم، ما كاينش الضوء في العشيه في الليل حيت شويه السوق تاع عمار بكري، وكاين ثاني شي حوايج تنعانيو منهم. تندخلوا الصنق الاول ب 400 ونعقبوا نزيدوا 600، ما عمرنا صبنا حتى في السوق اقاليم كامله تنتسوقوها، وتادله دايره 300 وخريبكه دايره 400. علاش بالضبط؟ علاش علاش بالضبط؟ علاش بالضبط؟ علاش بالضبط؟ شدوا شدوا. علاش بالضبط؟ علاش بالضبط؟ لا لا، العمليه ديال الخروج علاش غتكون؟ العمليه ديال الخروج ما خاصهاش تكون حيت ما كاينه حتى في اقليم. علاش بالضبط؟ عندنا هنايا في الفقيه بن صالح تنقطعوا ب 400 ونعقبوا نخرجوا ثاني بالفرانك. ولا ما خرجتوش الا بغا يتخرجوا ما يخليكمش ما يخليك، تيقول لك الا ما عندكش حتى الفلوس الا حصلتي خاصك تبقى حتى الوحده ديال النهار. حتى تيخوى السوق. حتى تيخوى السوق، الله يجازيك بخير. انتم الاخوان هذه. كاين ثاني عندنا شي اكراهات اخرين. ما محميينش. ما محميينش ثاني بزاف، ما كاينش عندنا اللي كلها بدات مضاربه ولا واحد تيلحق يلعب ويقلب ويقلعوا ليه عجل. ثاني هذه من الحوايج اللي عندنا تنعانيو منها. كسابة تعاني. كسابة راه تعاني، ولكن الحمد لله احنا دابا اللي عندنا مشكل وهو الصنك، حيت علاش ما نبغيوش الاقليم ديالنا خاصو يكون كجميع الاقاليم، فقيه بن صالح تكون بحالها بحال سوق السبت، سوق السبت تتقطع ب 400 وتتخرج فابور. هنا في الفقيه بن صالح الوحيدة اللي تتعقبت مني تقطع تتعقب تخرج ثاني الخارجه هي 10 دراهم. وهنا المواطن تيتساءل واش غير القانون كاين، غير واش القانون مطبق على كل شيء في نفس العمليه ولا غير هنا في الفقيه بن صالح؟ انا ما تيقتونيش انا كفلاح، هذا السيد سميتو ضود سوق السبت تيتسوق عندنا، وهو عامل الاقليم ديال الفقيه بن صالح، توانيت اصلا وهو سولوه اش كيدير الفقيه بن صالح، كيدير سوق السبت، كيدير واد زم، كيدير كاع هذوك تيقطعوا كاين ما قطع 340. كاين شي سوق اخر ما تيخرجوا الخارجه. وشنو المشاكل اللي تتعرضوا لها من غير العمل؟ شنو كاين شي مشكل اخر تتعرضوا ليه هنا في السوق؟ والمشكل هو ديال الخروج. واش تطالبوا؟ واش تطالبوا؟ انا من هذا المنبر انا كان تيطالبوا الاخوان بوضع. واش تطالبوا؟ بان السوق داروا ليه خراسي، تلقاو مشكل في الخراسي ما كاينينش. اللي يشرب هي من بطاف الخرصه كاين في تادله، كاين في خريبكه كاع في الخرصه. السوق مزيان فيه. انا راه واحد عرام ديال الناس يوقعوا عرام ديال الكوارث تيتهرسوا. تهرسوا الناس هنايا وهزوهم، ما كاين لا هذه لا تامين لا والو، هذو هما الحوايج. السوق تاع عمر بعد وحده خاصو ما يعمرش بالسوق بكري. والسوق الحمد لله، السوق الحمد لله تنعترفوا به انه سوق كبير، لا من ناحيه ديال الطلب لا من ناحيه العرض. تيجيو الناس من ناظور، من وجده، من تطوان، من مراكش، من هذا، ولكن خاص شويه ديال العنايه. هاد الاكراهات راه حنا تنعانيو بها كاملين، كاين اللي تيجي دابا حاليا هنا. واخا اخويا الله يجزيك بخير. من هذا المنبر تنشكر الاخوان اللي عطاوني هاد المعلومات، وتيطالبوا تيطالبوا قال لك بواحد وضع بعض المسائل اللي فين يربطوا البهيم ديالهم من تيشريو. كاينين شي ناس اللي تيجيو تيهاجموا شي واحد تيبغي يشري من عنده بزز، لهذا تنطالبوا المراقبه داخل السوق، وضع واحد لائحه ديال الاثمنه على الباب ديال السوق، كما الا كانت على حساب الجماعه ديال الجماعه كانت على حساب اللي شاري السوق يوضعوها. هاد الرساله موجهه للسيد العامي صاحب جلاله، ممثل صاحب جلاله الاقليم. الناس راهم مضرين، الكسابه والفلاحه هنا في الفقيه بن صالح كلهم مضرين، وقال لك اسيدي تنعانيو مشاكل في السوق. وشكرا.